صباح الفل والجمال على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج ميديا زوم. خير اللهم اجعله خير، كلمة بنقولها دايما أول ما بنصحى، سواء شفنا حاجة زعلتنا حاجة فرحتنا. النهاردة هنرد على كل أسئلتكم وكل موضوع شاغل بالكم. هنتكلم النهاردة عن تفسير الأحلام والفرق بين الرؤية الصادقة والكاذبة وأضغاث الأحلام وإمتى الرؤية تتحقق بسرعة. كل ده هنعرفه النهاردة وفي انتظار أحلامكم، وهنفسرها على تليفونات البرنامج. وقبل ما نبدا في الكلام موضوعنا، احب ارحب بزميلتي في الاستوديو زوزو. صباح الفل عليك يا زوزو. صباح النور والسعاده عليك يا اسماء، وصباح الخير والجمال على مشاهدي قناه الصحه والجمال في كل مكان. النهارده معانا ضيفنا في الاستوديو منورنا، نحب نرحب بيه النهارده مفسر الاحلام استاذ محمود نصار. اهلا بحضرتك، منورنا في الاستوديو. اهلا وسهلا يا فندم، شرف لينا والله. عايزين حضرتك النهارده تعرفنا ايه هي الرؤيه. بالنسبه للرؤيه، الرؤيه هي في علم اللغه هي كل ما يراه الانسان في منامه. فكان كل ما يراه الإنسان في منامه يطلق عليه رؤية. وأهل العلم اختلفوا في الفرق بين الرؤية بالهاء والرؤية بالألف. فالرؤية بالألف هي ما يراه الإنسان في منامه، مرتبطة بالمنام. أما الرؤية بالهاء فهي مرتبطة برؤية البصر، زي ما أنا شايف حضرتك دلوقتي وحضرتك شايفاني. لكن العلماء منهم من قال الرؤية بالألف تختلف عن الرؤية بالهاء، إلا أن القرآن عبر عن المعنيين بمعنى واحد. فمثلا حادثة الإسراء، حادثة الإسراء متى كانت؟ بالليل أم بالنهار؟ كانت ليلا. كانت ليلا. أيوة ليلا. طيب لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسري به مناما أم يقظة؟ يقظة. يقظة. فلما أسري بيقظة المفروض هيعبر عن هذا الأمر بالرؤية، إلا أن الله عبر عنه بالرؤيا بالألف، فقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فالعلماء ذهبوا إلى أن الرؤيا والرؤيا بمعنى واحد، إلا أن لفظ الرؤيا غلب على ما يراه الإنسان في منامه، ورمز الرؤيا بالهاء غلب على ما يراه الإنسان في اليقظة. هذا عن معنى الرؤيا إن شاء الله. بالنسبة لعلم الرؤى والأحلام، هو علم عظيم، علم جليل، يحبه الكثير من الناس. كثير من الناس يحب أن يتكلم عن الرؤية أو يسمع عن علم الرؤية، وخاصة أنه ذكر في القرآن وعظم الله شأنه، حتى أن الله قال في شأن يوسف عليه السلام ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، هو علم من الدين بمكان. إلا أنه قد يرى الإنسان في منامه أشياء قد تعجبه وأشياء قد لا تعجبه، وقد يرى في المنام أشياء قد تسبب له فزعا. حقيقي قد تسبب له فزعا. فمثلا رؤيا يوسف عليه السلام. عليه السلام سيدنا يوسف ماذا رأى؟ قال الله في سورة يوسف: وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أي إنسان يرى الشمس أو يرى القمر أو يرى الكواكب أو يرى النجوم، هذا أمر لا إشكال فيه ولا غرابة. يعني أنا أرى الشمس أمر طبيعي، وارد أنا أشوف الشمس، وارد أشوف القمر، لكن أرى الشمس والقمر ساجدين، هذا الذي لم يرد يعني. فالرؤية دائما تأتي بأشياء لم تكن تحدث في الواقع على الإطلاق، يعني علامات أو دلالات، رموز. لم تكن تحدث في الواقع على لم تكن تحدث في الواقع على الإطلاق. فمثلا يقولون أهل التعبير أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وجه قاضيا إلى الشام. الرجل وفي طريقه إلى الشام رأى رؤيا أفزعته، فقرر أن يرجع ولا يكمل السير إلى الشام من هذه الرؤيا. فلما وقف بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال له أمير المؤمنين: ما ردك؟ يعني ما الذي جعلك ترجع؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيت رؤيا. رأيت رؤيا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت كأن الشمس والقمر يقتتلان. هذا مستحيل يحدث في أرض الواقع، لأن الله في سورة ياسين قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فالرجل رأى الشمس والقمر يقتتلان، ثم قال: ثم رأيت وكأن الكواكب بعضها إلى الشمس وبعضها إلى القمر. يعني الكواكب انقسمت فريقين، فريق انضم للشمس وفريق انضم للقمر. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: فمع أيهما كنت؟
أي هل كنت مع الفريق الذي انضم للشمس أم هل كنت مع الفريق الذي انضم للقمر؟ فقال الرجل بل مع القمر. فعلم عمر من هذه الرؤية أنه لا خير في الرجل. لماذا؟ لأنه استدل بقول الله تعالى من سورة الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل اللي هي القمر وجعلنا آية النهار مبصرة. فعلم عمر أنه لا خير في الرجل، فقال له ارجع لا تعمل لي عملا أبدا. وبالفعل رجع الرجل، ومرت الأيام ووقعت موقعة صفين بين الصحابة، فقتل الرجل مع فريق معاوية رضي الله عنه مع أهل الشام. فمن خلال هذه الرؤية استطاع عمر رضي الله عنه أن يعلم من خلال هذه الرؤية هل الرجل له أنه يكمل معاه أو له أنه ما يكملش. فعلم أنه لا خير فيه خير بناء على هذه الرؤية، لأن الرؤية عامة كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيح صحيح البخاري قال الرؤية الصالحة أو الرؤية الحسنة يراها الرجل الصالح أو ترى له، هي جزء من النبوة. هذه النبوة ما هي إلا درجات وأجزاء، فالرؤية جزء من هذه النبوة، جزء من هذه النبوة، من خلالها يستطيع الإنسان أنه يحصل له أمر بشارة أو يحصل له أمر. من النقطة اللي حضرتك بتقولها دي حبة هندي مثال، يعني دايما بنلاقي في الواقع ان الناس كل الناس بتحلم وكل الناس بتشوف رؤى وبتختلف من شخص للتاني، فمعظم الناس بتفسرها على طبيعتها او بدماغها الشخصي، ما بيكونش ليها مرجع او حاجه اساس على اساس او اسس سليمه اقصد. فمثلا يعني بتلاقي حد واحده حلمت حلم، راحت لجارتها بتقول لها صباح الخير، اما انا امبارح مثلا شفت حلم خير اللهم اجعله خير ان انا ماشيه في طريق طويل والطريق ده ملوش نهايه. تمام. وعلى يميني وعلى اشجار وعلى يميني وعلى شمالي في اشجار والشمس طالعه ايه منوره الدنيا. تمام. تقوم ترد عليها جارتها تقول لها ده لا ده ما شاء الله، ده انت جاي لك رزق كبير، امال لو انت زيي مثلا ده انا امبارح صحيت من النوم مفزوعه. تمام. لقيت اختي جايه لي بتصحيني وانا نايمه، اختي دي توفت من شهرين. تمام. وبتديني قماش ابيض بتقول لي خدي ده ليكي. عند النقطة دي وبيبدأ كل واحد يفسر بمعتقداته باللي سمعه قبل كده باللي شافه. فعايزين حضرتك تبين لنا ايه هو الفرق بين الرؤية وبين الحلم وبين أضغاث الأحلام. تمام حضرتك. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الرؤية إلى ثلاثة أقسام كما ثبت في سنن الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الرؤية ثلاث: رؤية حق وهي من الله، وهذه الذي هي جزء من النبوة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رؤية حق من الله، ورؤية تحزين من الشيطان. الهدف من الشيطان أنه يدخل على الإنسان أشياء تفزعه وتسبب له الضيق، لأن الله قال في سورة المجادلة إنما النجوى من الشيطان. لماذا يا رب؟ قال ليحزن الذين آمنوا. فرؤية تحزين من الشيطان يدخل الفزع والخوف والقلق على قلب الناس. الأمر الثالث أو القسم الثالث من أقسام الرؤية حديث النفس. إنسان يبقى مشغول طوال اليوم مثلا بجمع المال، فرى في المنام أنه بيجمع المال، فهي ترجمة. حديث النفس ده ترجمة يعني للواقع، ترجمة للبيع على مدار اليوم. العقل الباطن بيختزن أفكار فبتطلع في هيئة منام بالليل طول اليوم مثلا في صراع، فبيشوف بأشكال مثلا مفزعة، كوابيس، بناء على الواقع اللي هو عايش فيه. يعني بتبقى جزء من الواقع بمعنى أصح. بتبقى جزء من الواقع تمام. لكن في فرق بين الرؤية والأضغاث. الرؤية غالبا بتكون شيء واضح، يعني مثلا واحد يقول رأيت في المنام مثلا أن أصلي. رؤية. لأن الشيطان عمره ما يتمثل في الذكر، لأن ولا العبادات ولا وإما انزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مجرد الاستعاذة الشيطان بينصرف. إنسان مثلا رأى أنه يطوف حول الكعبة، دي رؤية. أما الأضغاث غالبا ما تأتي على غير الواقع. فمثلا إنسان يرى الشجر في السماء، المعهود لنا والمألوف بيكون في الأرض. الشجر في الأرض. إنسان يرى النجوم في الأرض، المألوف إن النجوم في السماء. إنسان يرى السمك يسبح في الماء، يسبح في الرمال، المعهود إنه بيسبح. يرى شيء على غير العادة. فالأضغاث هي شيء على غير الواقع. وأقرب الأمثلة على ذلك كتاب الله عز وجل في سورة يوسف، قال الملك ملك مصر
وقال الملك كما قال الله وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ماذا قالوا؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه الرؤيا تبين الفرق بين الرؤيا والأضغاث. كيف؟ الملك ماذا رأى؟ رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. لما طلب من المعبرين أن يعبروا له الرؤيا قال يا أيها الملأ أفتوني. هي فتوى، ما الرؤيا فتوى، واحد بيقول لي يا شيخ أنا رأيت كذا، فأنا بفتي بهذه التفسير، بفتي بهذا التفسير أو هذا التعبير على المنام. فقال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لماذا حدد كلمة التعبير هنا؟ لأنه في فرق بين التعبير والتأويل. التعبير غالبا ما التعبير هو العبور، يعني الانتقال من شيء لشيء. فأنا عندما أعبر الرؤية فأنا بنتقل أو بأعبر بالرؤية من ظاهرها إلى باطنها حتى أعلم. لكن التعبير بيتوقف على مسألة ظنية، يعني ممكن واحد يقول لي رؤية فأنا أفسرها له مثلا أو أعبرها له بنسبة 80% ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. أما التأويل لا، التأويل بيصيب الحقيقة، وهذا لا يكون إلا للنبي، هذا لا يكون إلا لنبي. فهو لما قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام. لماذا قالوا أضغاث أحلام؟ قلنا أن الواقع، أن الواقع غير المنام، الأضغاث شيء على غير المألوف. الملك رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاح، هم فسروها على هذا المنوال، أن الواقع أن بيقول البقرة الأسد يأكل بقرة، لكن بقرة تأكل بقرة؟ لا. مستحيل، ما شفناهاش، ده مستحيل. فهم لما وضعوا الرؤية أمامهم سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجف مستحيل، فبناء على هذا قالوا أضغاث أحلام فعجزوا. فلما عجزوا اعترفوا بعجزهم فقالوا وما نحن بتأويل الأحلام، لأن في تأويل في حقيقة. طب حضرتك عايزين نتكلم برضو، هم ساعتها ما قدروش يعبروها ليه؟ ما هم ما قدروش يعبروها ليه؟ لأنهم وقفوا أمام هذا الإشكال، بقرة تأكل بقرة. لكن لما عرضت على يوسف عليه السلام، يوسف آتاه الله علم التأويل اللي هو علم الحقيقة، علم الحقيقة، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فيوسف عليه السلام لما نظر للرؤية بقرات يأكلهن سبع بقرات، من رحمة الله بالإنسان أي منام يراه الإنسان لابد أن تكون معه قرينة. القرينة دي اللي بتحدد لي اتجاه الرؤية راح فين علشان اقدر افسرها. فالقرينه اللي موجوده في الرؤيا انتبه لها يوسف عليه السلام بتأييد من الله عز وجل. يعني معنى كده، معنى كلام حضرتك ان في اصول وقواعد، في اصول وقواعد لازم يقوم عليها علم التفسير، لان مساله الرؤيا علم غيبي مش يتكلم فيها اي حد، يقدر ان هو مش يتكلم فيها اي حد، يتكلم فيها اي حد. لان سئل ابن عبد البر ايعبر الرؤيا اي احد، يعني ممكن اي حد يفسر الرؤيا، قال ابي النبوه يلعب. تخيل حضرتك ليه؟ لان الرؤيا جزء من النبوه لها مصادر. فسيدنا يوسف لما عرضت أمام الرؤية بقرات يأكلون سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف، نظر لبقية الرؤية وسبع سنبلات خضر وأخر. لو سيدنا يوسف رأى وسبع سنبلات خضر يأكلهن سبع يابسات يبقى الرؤية أضغاث صرف، يبقى بقر يأكل بقر وسبل يأكل سبل. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، نرجع فاصل ونرجع لكم تاني. تمام. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في فقره تفسير الاحلام. جات لنا رسائل كتير قوي على الصفحه، واحده بتتكلم بتقول انا عزباء حلمت ان ايدي متشابكه في ايد شخص اعرفه في المنام، معناها ايه؟ دي اشاره ان شاء الله الى الارتباط فعلا بينها وبين الشخص نفسه ولا لا؟ لا ليس شرط، ليس شرط، ولكن هي اشاره ان يبقى في ارتباط ان شاء الله. طب بالنسبه للناس، في ناس كتير برضو بعتت لنا على الصفحه بتقول طبعا اكتر من شخص بيحلموا ان مثلا حد، ان البحر اتقلب عليه او انه ماشي وسط فيضان كبير. يا ترى الميه او البحر في الحلم بيرمز لايه؟ هو البحر كما يقول علماء التعبير من راى البحر اصاب شيئا كان يرجوه، يعني كان يتمنى امنيه معينه، يتمنى ذريه، يتمنى عمل، يتمنى اي شيء، يتمنى علم. فالبحر من راه في المنام اصاب شيئا كان يرجوه، الا ان
البحر يعبر أيضا بالفتنة، لأن الماء كما ورد في القرآن قال كما قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فالماء يعبر بالفتنة، كما يعبر البحر أيضا بالحاكم أو السلطان. فإذا كان رأى الموج هادئا دل على استقرار أمر البلاد والعباد. يعني الشخص اللي بيشوف الحلم ده يفسره إزاي؟ هياخد التفسير الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ لا، بالنسبة للشخص، لو كان الشخص عنده اضطراب مثلا، عنده ضغوط نفسية، ضغوط معيشية، فهو بيعبر بناء على هذا الأمر، بيعتبر كنظام ضغوط ليس أكثر. يعني حضرتك تقريبا بتحلل الحالة كاملة حوالين الحلم. إنه يشوف الصراع، لما واحد بيشوف الصراع ده بيشير إلى إنه في فعلا معرض لضغوط. واللي يشوف اللي هو راكب السفينة ونزل في البحر. بالنسبة للسفينة، السفينة غالبا ما تعبر بالنجاة، تعبر بالنجاة، وتعبر أيضا بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة، يعني يبقى في فصل في حياته. لأن السفينة ذكرت كما جاء في شأن يوسف عليه السلام: فأنجيناه أصحاب السفينة. فالسفينة في المنام تعبر غالبا بالنجاة والانتقال من مرحلة إلى مرحلة فقط، يعني وليس أكثر. يعني حضرتك جات لنا برضو رسالة واحدة بتقول: أنا شفت زوجي المتوفى راكب ميكروباص وأنا راكبة وراه، وبعدين دخلنا في أرض وحواليها أنهار تقريبا وزرع ذرة أخضر، ده معنى إيه؟ ده بيعبر بمشاكل، لان نبات الذره في المنام غالبا عند علماء التفسير بيعبر بمشاكل وضغوط، مش اكتر، مشاكل بيتعرض ليها. تمام. مشاكل حياتيه، مشاكل في عمله، مشاكل مع الجيران، مع افراد عائلته كده. يعني في احد الرسائل اللي جات لنا بتقول ان في شخص لقى نفسه منع من دخول الجنه. المنع من دخول الجنه بيشير الى إما هو إنسان فعلا بعيد عن الله كل البعد، لأن الجنة لا يحرمها إلا المحروم فعلا، لأن الله قالوا: أما الذين سعدوا ففي الجنة. فمعنى أنه يرى أنه بيمنع من دخول الجنة، فهو إما بعيد عن الله، ودي إنذار لي أنه يبدأ يتقرب إلى الله عز وجل، وإما إشارة إلى أنه هيموت على الكفر، لأن ربنا حرم الجنة على الكافرين، فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو إشارة إلى أنه إما من أهل النار، وإما هو على طريق المعاصي ويبدأ يلتزم. انظر للهداية عشان يرجع للرب. بتكون لي راضع عن الطريق اللي هو ماشي فيه. بنشكر حضرتك، نورتنا النهاردة. شكرا. خلصت فقرتنا النهاردة. شرف لي يا فندم. نلقاكم بعد الفاصل مع زملائنا الأعزاء. فاصل ونواصل.